صباح النور عمر، ومرة تانية صباح الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. عمر، في مواقف طبعا الواحد بيتعرض لها بيتحرج، اكيد. ايه علامات الكسوف او الحرج بالنسبه لك؟ بالنسبه لي يعني انت تعرفين، انت مش شفتي الفقره بتاعت الزومبا؟ شفتها. قلت لي طيب خلاص مش لازم. فين رد فعلك؟ الرياكشن فين؟ انا ما اعرفش رد فعلي، لكن انت شفتيها. عمر بيتوتر وبيبدا يعني كده يودي عينه الناحيه الثانيه، عينيه بتزوغ، ما بيبقاش مركز في حاجه معينه. طب خلونا نتعرف على يمكن الكثير من اعراض الشعور بالخجل، مثل احمرار الوجه، تسارع دقات القلب، عدم حتى القدره على الكلام. تعالوا نتعرف على اعراض الخجل عند رواد تويتر. قالوا ايه تحت هاشتاج ايه هي اعراض الخجل؟ سمو قال: من علامات الخجل جفاف في الحلق، تزايد في سرعه نبضات القلب، ارتعاش في اليدين، احمرار الوجه والاذنين، الشعور بالبرد والتهرب من الحديث. نشوف اونلي مي قالت: وقتها الارض بتشتكي مني من كتر ما طالع فيها، ولساني بينفصل عن مخي. اما دلال فقالت: اطلع خاتمي وادخله، ولو لابسه طوق شعر يعني بتقلعه وتلبسه تاني. كذا التوتر والخجل اقصى مراحله، لان حركاتي السخيفه بتخليها ما بتبطلش. ده انا عن نفسي لما بتكسف بتعصب. بتعصبي؟ ابدا ازعق وصوتي يعلى، يعني مش كسوف خالص. عايزين يعني داري الاحراج داري. ايوه فاروح متعقبه عشان عموما كمان محمد بيقول: السكوت والهروب بالعيون من النظر، دي من طرق التعبير عن الخجل بالنسبه له. تعالوا نروح للانستجرام. نشر النجم اللبناني راغب علامه فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير طبعا انستجرام، من الساحل الشمالي في مصر، قبل حفله هناك قال فيها او ظهر فيها مع اصدقائه في البحر. علق راغب على الفيديو قائلا: مع فرقتي الموسيقيه في مياه وتحت شمس الساحل الشمالي المصري، الى اللقاء في حفله الليله في مراسي الساحل الشمالي. تعالوا نتابع. صباح الخير من الساحل الشمالي لجمهوريه مصر العربيه. نحن وصلنا من تونس من بعد ما اقمنا احلى حفله في الدنيا بمهرجان كارتاج، والليله ان شاء الله عندنا حفله الساحل الشمالي. نلتقي الاخوان المعجبين المحبين من مصر ومن ضيوف مصر. هذا المكان رائع هون، المي ولا اروع. حبيت اني اشارككم هذا المنظر، هذا الجو. والى اللقاء ان شاء الله بالحفلات الصيف في كل البلاد العربيه ان شاء الله. الى اللقاء. انت براحتك طبعا يا راغب يعني، ودي دعوه طبعا لكل محبي الساحل الشمالي المصري ان هم طبعا يشاركونا الاجواء الساحره في صيف مصر. انا حبيت يعني حقيقه الفيديو. انا شايفه انك خلاص هتجيب شنطك وتروح. اولا حبيت الفيديو لانه طبعا في راغب علامه، هذا الفنان المميز يعني، واثر قلوب النساء حقيقه يعني اكثر من الرجال. ما انت كمان بتحبه عمر، انت قلت في قصيده الصبح يعني. من لا يحب راغب علامه؟ اضافه الى جمال المكان الساحل الشمالي يعني، حديث الكثير في الاونه الاخيره، بحر صافي جميل جدا، الاجواء هناك جميله، الناس وكل ما فيه، وهذه حياه مبهجه فعلا. وهذه حقيقه يعني ايضا دعوه فعلا لتنشيط علاقه السياحه في مصر اللي كانت تعتمد عليها بشكل كبير في دخلها طبعا العام السنوي، اللي تاثرت يعني بشكل كبير. لكن هناك حاليا استقرار امني، ربما يعني استقرار اقتصادي الى نوع ما طبعا، وربما هذا الاقتصاد حيكون اكثر على المدى البعيد بحسب خطط طبعا اقتصاديه موضوعه. فمصر أنا ما في أجمل منها. أنا بضم صوتي لصوت عمر طبعا لترويج وإعادة السياحة في مصر. بعض الناس مش بيحبوا شكلهم قوي في الكاميرا، لأن بيظهر طبعا بعض الديفوهات أو الأخطاء في الوش يعني، ممكن الأخطاء دي ما نشوفهاش في المراية. الفيديو اللي نشرته صفحة باسكيتو بتوضح السبب ليه الحاجات اللي احنا مش بنشوفها في المراية بتبان في الكاميرا. تعالوا نشوف. خير يعني، صدقوا المرايه ما تصدقوش الكاميرا، اللي بيطلعوا مش حلوين في الكاميرا مش مشكله.
عمر طبعا يعني عاشق للتصوير دائما وابدا، وهو تدي تطلع بس انت حلو في كل احوالك يا عمر. شكرا كريم. مشاهدينا عبر شاشه الغد ومتابعينا عبر البث المباشر على صفحتنا على الفيسبوك، شارك النجم اللبناني رامي عياش جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع الانستغرام، شاركهم مقطع فيديو طريف لاحدى معجباته في استراليا واللي وجهت من خلاله رساله حب وتقدير لرامي. قالت: هاي انا ليلى من استراليا، بحبك واحب اغنياتك كتير وساغني من اجلكم. علق رامي طبعا قائلا: دواء فعال للسعاده المطلقه. ده تعليق لي طبعا على هذه الفتاه. تعالوا نتابع. Hi, I'm Layla from Australia. I love you and I love your song and I'm gonna sing this for you. Majnoon. Day tick tick far. Bye. رائعة. Bye. فعلا براءة الأطفال الفظيعة قاتلة تجنن يعني. طبعا مشاهدينا احنا لحد دلوقتي أو إلى هنا يعني بتنتهي فقرتنا، نستقبل مشاركتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. نشكر لكم المتابعة، بكرة إن شاء الله نتقابل، خليكم دلوقتي معانا نكمل مع عمر ما تبقى في يوم جديد. شكرا كريمة. شكرا عمر.